ألم الفراق القاتل الصامت، القاهر الميت، والجرح الذي لا يبرأ. على هذا الألم استيقظ الفنان باسم ياخور على خبر وفاة والده الإعلامي إبراهيم ياخور. الكاتب السوري الذي حصل على شهادة البكالوريوس في أكاديمية نيويورك للأفلام، عمل في الإذاعة والتلفزيون وشغل موقع مذيع في التلفزيون السوري. جسد أدوار صغيرة في الفن مثل حمام القيشاني، كما أنه خاض تجربة في الكتابة حيث كتب نص مسلسل أزهار الشتاء. مدرب في شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية. رحل إبراهيم ليترك خلفه لوحة شتوية حزينة، ليترك كلمات مؤثرة من الوسط الأدبي والفني تنعيه. أما الكلمات الأقصى فكانت من ابنه باسم ياخور: وداعا أبي. رحلة الأيام الأخيرة كانت صعبة مؤلمة ومحبطة، تلمست شعرك ووجهك المتعب مرارا، ومسحت وجهي ودموعي بيدك المنهكة. ما يعزي قلبي هو أننا اجتمعنا أنا وإخوتي بعد غيابات طويلة قربك، وما واساني أيضا هو كم المحبة والاهتمام التي غمرنا بها الأصدقاء الطيبون والأشخاص الرائعين المحيطين بنا. لن أتذكرك إلا في أجمل صورك كما يليق بك. أنت اليوم في مكان أفضل، بلا ألم ولا أوجاع. روحك ترفرف في قلبي دائما. وداعا أبو البر، كما كنا نخاطبك دوما. إبراهيم ياخور، لروحك السلام.